مشاهدينا أهلا بكم، هذه الحلقة جديدة من اسأل نحمل فيها أسئلتكم واستفساراتكم. نضيفنا في هذه الحلقة الدكتور شعبان عبد العليم نائب رئيس حزب النور السلفي. دكتور شعبان أهلا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. عليكم السلام دكتور شعبان. دعني فقط قبل أن نبدأ النقاش أن ننوه للسادة المشاهدين أننا نتلقى الآن أسئلتكم واستفساراتكم المشاركة في الحوار عبر هاشتاج اسأل شعبان عبد العليم على موقعي التواصل الاجتماعي للجزيرة ومباشر مصر فيسبوك وتويتر. دكتور شعبان عبد العليم، دكتور يونس مخيون رئيس الحزب استنكر مؤخرا أن المناهج الدراسية كتب بها أن الحزب قام بمخالفة الدستور والقانون. في هذا البرنامج منذ فترة في آخر مرة كنت معي فيها سألتك إن كان الحزب مهدد بالحل وقلت لي أن ذلك ليس حقيقيا لأنه الحزب يتنافس يتسق مع قواعد لجنة شؤون الأحزاب. الآن والمناهج توضع مسبقا وقبل أن يحسم أمر الحزب هي تقول أن الحزب جاء مخالفا لأمر الدستور والقانون، كيف تعلقون على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وأنبيائه. في حقيقة الأمر هذا الذي نشر في منهج التاريخ للثانوية العامة كان فيه رعونة كبيرة من جانب المؤلفين، واليوم ناشدنا وزير التعليم ولا زلنا نظن به خيرا أن يراجع هذا الأمر وأن يحقق في هذا الموضوع، لأنه لم يكتب فقط عن حزب النور بل كتب أنه الجماعات الإسلامية هي التي تصدرت المشهد في 25 يناير وأنشأت أحزاب مخالفة للنص الدستوري على أنها أحزاب ذات أساس ديني، والذي كتب هذا الكلام لا يفهم أن الدستور السابق الذي أنشأت في ظله وفي إطار هذه الأحزاب سواء الحرية والعدالة أو النور أو غيرهما لم يطلب به إنشاء حزب على أساس ديني، بل كان هناك فقط على أساس مرجعية إسلامية اللي هو الإعلام الدستوري الخاص بالمجلس العسكري. وبالتالي ناشدنا وزير التعليم أن يحقق في هذا الأمر وأن يقوم بتصحيح هذا الوضع، لأنه نصبت الوزارة نفسها من خلال المؤلفين نصبت نفسها قضاء في مصر أو قضاء يحكم، والقضية الخاصة بحزب النور كما تعلمين معروضة أمام القضاء الإداري ولم يبث فيها حتى الآن. والذي كتب هذا أيضا يريد الفتنة، لأنه يقولون أنه لا دخل للتعليم بالسياسة وإذا بهم يزدون بالطلاب في الثانوية العامة في المسألة السياسية. كيف يمكن ألا يكون التعليم والسياسة يعني يتماهيان مع بعضهما؟ نحن نتعلم تاريخ بلدنا من خلال المناهج التعليمية. الرأي لهذا المشهد تحديدا عندما يكتب أن الحزب أنشئ بالمخالفة للدستور والقانون وتضم معه الأحزاب الإسلامية الأخرى، يقول ربما أنكم ورطتم أنفسكم بالانحياز لتحالف الثالث من يوليو على حساب المجموعة ذات المرجعية الإسلامية التي أخرجت من الحكم وأخرج معها عدد من الأحزاب الآخرين. هل تعتقد أنكم بالفعل ورطتم أنفسكم والآن أنتم تدفعون الثمن؟ هذا غير صحيح. الإعلام من خلال الإعلام المرئي والإعلام المسموع يتكلم عن أننا أحزاب دينية سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة لغيرنا، هذا كلام مرسل ولا يعتد به. الذي يعتد به عندما يصدر قانون يفسر النص الدستوري ماذا تعني كلمة على أساس ديني؟ هل تعني أنه الحزب الذي يفرق بين المصريين على أساس الدين؟ القانون لم يضع حتى الآن وصفا لهذه الكلمة، بل حزب النور وغيره من الأحزاب الإسلامية لا زالت أحزاب منشأة وفقا للدستور لأنها أحزاب ذات مرجعية إسلامية ولم تنشأ على أساس ديني. حتى الآن القضاء ينظر في الدعوة الخاصة به حزب النور، وبالتالي لا يهمنا هذا الكلام سواء كتب في مناهج دراسية أو كتب في صحف أو غيرها. أنت تعرفين أن الكل يريد أن يرافق الآن النظام الجديد من خلال التمادي في أشياء لا يرضى بها حتى النظام نفسه، وبالتالي نحن لا نعول على هذه الكلمات، نحن نعول على القضاء المصري عندما يصدر حكمه في هذه القضية، ونعول على مجلس النواب الذي سيصدر قانونا يفسر هذا المعنى الذي هو يريد أن يقول أن الحزب الديني إما أن يكون حزب فرق بين المصريين أو يعرفه المشرع القانوني تعريفا واضحا. أخشى أن النفاق الذي تتحدث أنت عنه الآن ربما قد يمتد ليطول القضاء الذي قد يحكم عليكم بحل الحزب واعتباره حزبا دينيا، ولذلك دعني أسألك كيف تفرق أنت شعبان عبد العليم نائب رئيس حزب النور السلفي وهكذا نقولها دائما بين الحزب الديني والحزب غير الديني؟ أولا أنا لست نائبا حزب النور السلفي كما تقولين، أنا المساعد الامين العام المساعد وعضو المجلس الرئاسي للحزب، هذا اولا. ثانيا نحن نثق في القضاء المصري. ثالثا نحن نريد ان نقول ان
بيننا وبين الذين يختصموننا القضاء هو الذي يحكم في هذا الموضوع. وحتى لو حكم القضاء بحل الحزب مثلا، وهذا نظري يعني نظريا استبعده، فيمكننا ان ننشئ حزبا اخر ونتفادى ما يشير اليه القضاء من حيثيات، ولو ان برنامجنا السياسي مقدم للجنه الاحزاب ووافقت عليه وليس به ما يعني ما يشير من بعيد او من قريب ان حزب النور حزبا دينيا. لجنه الاحزاب كانت قد وافقت على حزب الحريه والعداله، بل ان الحزب كان قد فاز بالانتخابات الرئاسيه عبر ممثله، ثم بعد ذلك اعتبرت الحزب محظورا ثم ارهابيا ثم كل هذه الامور، فلا مانع ابدا من ان تستيقظ غدا لتجد ان حزب النور ايضا اصبح حزبا محظورا. فيما يتعلق بحزب الحريه والعداله اشار بحيثيات الحكم الى اشياء اخرى بانه يرتكب عنفا او يزاول عنفا لفظيا او بدنيا او ما شابه ذلك. الحيثيات التي خرجت مع الحكم الخاص بحزب الحريه والعداله، وانا شخصيا لم اكن اتمنى ان يحظر نشاط الحزب، قالت بالحرف الواحد انه حزبا يمارس نشاطا فيه نوع من العنف وما شابه ذلك، وبالتالي بعيد كل البعد عن حزب النور فيما يتعلق بهذا الشان. نعم، إذا أنت تستبعد تماما أن تقوم لجنة الأحزاب بحل الحزب أو باعتباره حزبا أنشئ على أساس غير دستوري. نفس السؤال مرة أخرى، كيف تفرق أنت شعبان عبد العليم بين ما يعتبر حزبا دينيا أو حزبا إسلاميا وما يعتبر حزبا غير ديني؟ فيما نشر فيما قبل ذلك من مضابط ببعض القوانين والجلسات الخاصه بالدستور، قيل ان ساعتها ان الحزب الديني هو الذي يفرق بين المصريين على اساس الدين او المذهب، ونحن وغيرنا بل غيرنا لسنا كذلك، لا نفرق بين المصريين على اساس الدين، بل نحن قدمنا برنامجا سياسيا متنوعا في مجال الصحه والتعليم والامن وغير ذلك، لا يتطرق بشيء، لا يتطرق بحال من الاحوال الى ما يشير اننا حزب نفرق بين المصريين على اساس الدين، وبالتالي نحن نقول اننا حزبا سياسيا محضا ذو مرجعيه اسلاميه، نعم، لكن ليس حزبا دينيا هو الذي يحاول ان يفرق بين المصريين على اساس الدين، وبالتالي نستبعد حل الحزب لهذا السبب، بل نستبعد حل غيره من الاحزاب لهذا السبب ايضا. إذن هل يمكن أن تقبل أن يكون هناك حزبا سياسيا ذو مرجعية مسيحية يفوز بأغلبية البرلمان، يفوز بالرئاسة، يفوز بهذه الأمور التي تبنى بالأساس على انتشار الحزب وقاعدته الانتخابية؟ دعينا من أقبل أو لا أقبل، الرضا النفسي هذا شيء في نفسي النفس، لكن الدستور المصري يعطي لكل المصريين الحق في إنشاء أحزاب على ذات مرجعية إسلامية وليست مرجعية مسيحية، لأنه النص الدستور يقول في المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية، وبالتالي ما تقولينه إذا كان يطبق الدستور نعم، لكن الدستور لا يسمح بذلك، الدستور يسمح بإنشاء أحزاب ذات مرجعية إسلامية، ونحن لا نفرق بين المصريين في مجال العمل السياسي بين مسلم وبين غير مسلم. عفوا لم أفهم هذه النقطة، هل الدستور يسمح بإنشاء أحزاب ذات مرجعية إسلامية ولا يسمح بإنشاء أحزاب ذات مرجعية مسيحية؟ الدستور في مادته الثانية قال أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وبالتالي هذا ما يسمح به الدستور، وأنا يعني لست من يرخص لمن ينشئ أو لا أرخص، أنا أقول فقط ما يقوله الدستور. نعم، ربما تحديدا هذا ما قد تستند إليه اللجنة في اعتبار أن الحزب يفرق بين مواطن وآخر، ولكن بما أنك تحدثت عن الانتخابات البرلمانية والبرلمان وهكذا، أنتم تعولون كثيرا على الانتخابات البرلمانية التي لا يعلم أحد حتى الآن متى ستعقد، هذا صحيح. فيما يتعلق بمشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية، هناك تصريح منسوب إليك أنت دكتور شعبان عبد العليم بأنه لا مانع لدى حزب النور من الدخول في تحالف مع أعضاء الحزب الوطني، وأن أعضاء الحزب الوطني لم يكونوا أغلبهم فاسدين وكانت قلة قليلة فقط هي الفاسدة، هذا صحيح أم لا؟ جزء من كلامك صحيح، أنا قلت ونحن في حزب النور قلنا بل قدمنا مبادرة قبل 30/6 تذكرينها، أحد عناصرها أنه لم نشمل المصريين من خلال
ادماج اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذين لم يثبت عليهم فسادا ماليا او لم يثبت عليهم فسادا سياسيا او زورت لهم الانتخابات او زوروا انفسهم، هؤلاء المواطنين الشرفاء ومعظمهم الشرفاء بالفعل يجب ادماجهم في العمليه السياسيه. هذا ما قدمناه في مبادرتنا الشهيره التي وضناها للدكتور محمد مرسي قبل عزله بشهور، وبالتالي نحن نريد ان نقول ان مصر تنطلق لجميع ابنائها، لا يجب استبعاد فصيل معين ولا تيار معين، يستبعد فقط الذي يصدر القضاء حكما نهائيا بانه افسد او شارك في تحريض على عنف او ارتكب عنفا، هذا هو الذي يستبعد. ونحن نقول ان مصر لن تتقدم الا هكذا، وبالتالي نحن نقول ان جميع المصريين لهم نفس الفرصه في ان يكونوا اعضاء في البرلمان، لكن لم اقل اننا مستعدين للتحالف. هذه اضافات يضيفها الصحفيين، ولعل حضرتك تعرفين ان الصحافه المصريه مملوءه كثيرا الان بمثل هذه الاشياء، فانا لم اقل اننا مستعدين للتحالف او سنتحالف. نعم اعرف هذا جيدا فيما يتعلق بالاشياء التي تضاف الصحافه المصريه، ولكن ربما قد يتناقض ما تقوله انت الان عن انه لا اقصاء لاحد طالما لم تثبت عليه فساد او عنف او ما الى هذه الامور، ويعني يشمل ذلك اعضاء الحزب الوطني مع تصريح للمتحدث الاعلامي للحزب وهو سيد نادر بكار في واحد من البرامج التلفزيونيه التي قال فيها ان حزب النور لن يدخل في تحالفات مع حزب مصر القويه او اي حزب شارك من قبل في تحالف دعم الشرعية، لأن التحالف في حقيقته هو دعم للإخوان وليس دعم الشرعية. هل دعم فكر بعينه أصبح فسادا؟ يعني أنتم تناقضون أنفسكم في الحزب، تقبلون بالمشاركة مع الحزب الوطني ولكنكم لا تقبلون بالمشاركة مع أحزاب شاركت في تحالف دعم الشرعية. مرة أخرى أنا لا أنفي ولا أؤكد أن سنشارك مع أحد، لكن قلت أن الحزب الوطني ليس موجودا على الساحة الآن. الحزب الوطني كان به يضم 3 مليون مصري، ليسوا كلهم فاسدين بل ليسوا سواء، الذي أفسد فيهم يعني عدد قليل للغاية، لكن المنتشرون في ربوع مصر بالكامل منهم ناس شرفاء ووطنيون. لم أقل أننا تحالفنا معهم، لكن قلت أن لهم حق أن يمارسوا السياسة وأن يعني تكون لهم نفس الفرصة. أما إذا كان الأستاذ نادر بكار قد قال هذا الكلام، يسأل هو شخصيا فيه، لكن أنا أرى أنه أي مصري وطني يؤمن بخارطة الطريق أو يصدق خارطة الطريق لا شك أننا يمكن أن نتحالف معه في النهاية. إذن الأساس هنا هو ليس فقط الفساد أو إثبات الفساد، الأساس هنا هو الإيمان بخارطة الطريق التي أقرت في 3 يوليو والذي يعتبره قطاع كبير من معارضي النظام الحالي انقلاب. الاختلاف على انه انقلاب او ثوره، تعلمين حضرتك انه ثوره 52 مضى عليها اكثر من 60 عاما او اكثر من 60 عاما، ولا زال الناس يناقشون هل هي انقلاب او ثوره، لكن الواقع العملي ان الشعب المصري تضافر يعني وآزر عبد الناصر ووقف وراءه وايده ولا زال يذكر حسناته حتى الان وايجابياته، وان كانت له سلبيات نحن نعرفها في مجال حقوق الانسان والديمقراطيه، لكن الشعب المصري يحب حتى عبد الناصر، حتى معظم الشعب المصري يحبه ويذله ويذكر يعني ايجابياته بالنسبه للشعب المصري، وبالتالي نحن تجاوزنا عقارب الساعه تجاوزت كلمه انقلاب ام ثوره، هذا كلام جدل لا يفيد الان. نعم. لكني هنا لا أتحدث عن إن كان ما حدث في 3 يوليو انقلاب أم ثورة، يعني هذا الأمر قتل بحثا ووفقا لأساتذة العلوم السياسية هو انقلاب لأنه انقلب على مسار ديمقراطي وأتى بقائد المؤسسة العسكرية ولأنه قام بمذابح في الشوارع ولأنه اعتقل كل المعارضين أو نسبة كبيرة من المعارضين ولأنه أخرس كل وسائل الإعلام المعارضة له ويتوالى الأمر ولم يتوقف حتى الآن وأصبحنا دولة الصوت الواحد. لا أناقش إن كان انقلاب أم ثورة، ولكن أناقش التضاد في التصريحات. أنت تقول أنه يعني التشارك والمشاركة في الانتخابات البرلمانية مطروح للجميع ومفتوح، ولك تصريح يقول أنه ما دام أعضاء الحزب الوطني لم يثبت عليهم فساد فليس من مشكلة في أن يكونوا حلفاؤكم في هذه الانتخابات. وفي الوقت نفسه نادر بكار متحدثا عن رؤية الحزب ليس عن رؤيته الشخصية، الرجل لم يقل أن هذه رؤيته الشخصية، قال أن الحزب لن يدخل في أي تحالف مع أي حزب دخل في تحالف دعم الشرعية. ما الجرم الذي يمكن أن يكون الحزب الذي دخل في تحالف دعم الشرعية ارتكبه أو ما الفساد الذي ارتكبه؟ يعني أؤكد على نقطة مهمة، عندما تحدثت عن رئيس الجمهورية الحالي وهو إلى آخره،
انا سكوت يعني هذا الموضوع ليس معناه موافقه او عدم موافقه علي، لانني لست متحدثا رسميا عن رئيس الجمهوريه، انا اتكلم الان باسم حزب النور فيما يتعلق بالتصريح الذي قاله الاستاذ نادر بكار، وانا لم الم بهذا التصريح، لكن ربما يريد ان يقول ان الاحزاب التي كانت في تحالف دعم الشرعيه وقد خونت حزب النور واطلقت عليه اتهامات الجميع يعلمها، ربما يكون ذلك عائقا امام التحالف معهم، بل عائقا كبيرا عندما خونوننا واعتبرونا عملاء للامن الدوله، وقالوا هذا البهتان الذي نسمعه بالليل والنهار، ربما هذا قد وضع عائقا حقيقيا امام التحالف مع هذه الاحزاب، وان كانت العمليه لا زالت مبكره، ربما يتغير الموقف من ان لاخر، لكن يجب الرجوع الى الاستاذ نادر بكار في هذا التصريح، لاني لا استطيع ان اتكلم بمقنون كلامي او الفلسفه التي كانت وراء هذا التصريح الذي قال. نعم، ان كان الامر متعلق بانهم خونوا الحزب واتهموه بعدد من الاتهامات، فانتم كحزب النور تحالفتم مع جبهه الانقاذ ومع عدد كبير من احزاب الليبراليه واليساريه في الوقت الذي اكيلت لكم كل الاتهامات من جانب هذه الاحزاب خلال الفتره الماضيه، بل ان شركائكم في 3 يوليو انقلبوا عليكم خلال العام الماضي بالكامل، وانت تدرك جيدا كم الاتهامات التي وجهت إلى الحزب، لأن هناك من طالب باعتباره حزبا إرهابيا واعتباره مسؤولا عن الإرهاب عبر وسائل الإعلام المصرية، فيعني أنتم تغفرون هذا التخوين ولا تغفرون تخوينا آخر. يعني في هذه النقطة وأنت تتحدث عن رئيس الجمهورية يحضرني أمر متعلق بكونكم حزب ذات مرجعية إسلامية وكل هذه الأمور. الرئيس قال في أكثر من مناسبة أنه أنقذ مصر من خطر الإسلام السياسي، خطر الإسلام السياسي، أنت ترى أن الإسلام السياسي خطرا؟ يعني أريد أن أجيب على النقطة الأولى أولا، عندما قلت أننا تحالفنا مع جبهة الإنقاذ والليبراليين والعلميين هذا غير صحيح، لأنني تحالف مع أحد، كل ما في الأمر أننا استشرفنا المستقبل وتنبأنا بما سيقع، تنبؤ استشراف المستقبل، وهذا كان في صف الحزب النور، فقدم مبادرته المعهوده والمعروفه للجميع عندما اراد ان يلم شمل المصريين من خلال هذه المبادره التي قال الدكتور محمد مرسي نفسه عندما ودع المصريين في الخطاب الاخير، انا موافق على المبادره التي تنص على وعلى اعاده تعيين النائب العام او رجوعه الى القضاء وتشكيل حكومه، قال هذا الكلام بنفسه في اللحظات الاخيره بعد فوات الاوان، وبالتالي اقول عندما ادركنا الواقع من البدايه قدمنا رؤيه نصلح من خلالها بين المصريين، لكن للاسف الشديد لم تتم، اما فيما يتعلق بجبهه الانقاذ لم نتحالف معها، هم ايضا يريدون ان يستفيدوا من الموقف الان، بعضهم بظن انه تخلص من منافسه الحريه والعداله وبالتالي تبقى حزب النور وبالتالي يجب ان تخلى له مساحه، فكلامهم كله فيه نوع من الانتهازيه السياسيه وليس كلاما يعني من القلوب كما يقولون، هم يريدون ان يتخلصوا من كل الاحزاب التي تنتمي الى التيار السياسي الاسلامي على اعتبار انهم يريدون ان يستفيدوا بهذه اللحظه الفارقه في التخلص من منافسين اقوياء بعد ان تخلصوا من المنافس الاول وهو حزب الحريه والعداله، وبالتالي نحن لم نتحالف معهم، نحن مددنا ايدينا لكل المصريين من خلال هذه المبادره ولم نكن نريد ان نتحالف معها او ضد، وعندما يطلق هؤلاء تكوين حزب النور ويقولون ان حزب النور خط احمر لا نتحالف معه في الانتخابات، وغيرهم يقول هذه دلاله واضحه على ان حزب النور يدور بفضل الله عز وجل مع الحق حيثما يدور، لانه لو كان يدور مع الباطل لا ارتمى في احضان فريق معين ولا نال رضا هذا الفريق، لكن كلامهم هذا يدل على ان الحزب لا زال على الخط الصحيح باذن الله عز وجل. أنت لم تجب عن الجزء المتعلق بتصريحات الرئيس المشير السيسي الذي قال في أكثر من مرة في لقائه مع الأسوشيتد بريس، قال تحركت لأحمي المصريين من خطر الإسلام السياسي، وفي لقائه مع الإعلاميين قال الإسلام السياسي عرقل دول الغرب قرونا، وفي لقاء آخر مع وول ستريت جورنال قال أن الشعب المصري أدرك خطورة الإسلام السياسي. رئيس الجمهورية يرى أن الإسلام السياسي الذي أنتم كحزب النور تمثلون جزءا منه الآن خطرا على الدولة. مرة أخرى أنا لست متحدثا باسم رئيس الجمهورية، لكن أنا أريد ردك أنت دكتور شعبان، يعني أريد ردك إذا جاءك الرئيس في اجتماع وقال لك الإسلام السياسي خطر على الدولة ونحن لا نريده ونحن أنقذنا الدولة من خطر الإسلام السياسي، هل تمر عليك كلمة خطر الإسلام السياسي هكذا مرور الكرام؟ ربما يريد أن يشير إلى ما يسمى بداعش والحركات
الإرهابية الموجودة في المنطقة التي قربت الدول العربية والحزام الأمني لمصر من حيث الجنوب ومن حيث الشمال والغرب والشرق، ليبيا وسوريا واليمن الآن تشهدون ماذا يحدث فيها، ربما يشير إلى هذه الجماعات المتطرفة المتشددة لكن لا يشير إلى الإسلام السياسي الحقيقي المعتدل الذي يمثله الذي تمثله بعض الأحزاب الإسلامية في مصر. وعلى أي حال نحن نرى الآن حتى البعض يشكك في الخلافة الإسلامية ويناقشها كأنها شيء سلبي، هذه ساحة مفتوحة لنوع من الفوضى، لكن عندما تستقر الأمور سيميز الله الخبيث من الطيب. الرجل في ثلاثة تصريحات متتالية فصل بين كل منها فترة من الوقت كان يمكن أن يراجع نفسه في ذلك التصريح، لم يكلف نفسه عناء أن يفصل ما بين المتطرف أو يعني الجماعات المتطرفة، ولن أسميها إسلاما سياسيا، داعش ليست إسلام سياسي ولا تمثل الإسلام في شيء، اللهم إلا إذا كنتم تعتبرون قيامهم بما يقومون به يمثل الإسلام، وأنا أعتقد أنك بالتأكيد ترفض ذلك، ولكن أنتم تمثلون إسلاما سياسيا، جماعة الإخوان وقت أن كانت في السلطة كانت تمثل إسلاما سياسيا، هو يقول أن الإسلام السياسي خطر على الدولة، أنت كيعني أحد أعضاء هذه الحركة، حركة الإسلام السياسي الذين يؤمنون بالخلافة، يؤمنون بكون الإسلام السياسي من حقه المنافسة على السلطة، كيف ترد على رئيس الجمهورية في ذلك إن كنتم في اجتماع تناقشون خطورة الأشياء على مصر؟ أنا ذكرت لحضرتك الظن ما يغلب على ظني من كلامه، لكن إذا كان يقصد كل التيار السياسي الإسلامي وكل الممارسات الإسلامية السياسية فبالتأكيد نحن لسنا نوافق على هذا الرأي بل نرفضه تماما، لأنه السياسة الشرعية موجودة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآن وإلى يوم القيامة، وبالتالي إذا كان يريد أو يقصد الحركات الإسلامية المتطرفة المتشددة مثل ما حدث في بعض الحركات التي ظهرت في مصر في التسعينيات وما بعدها وظهرت على الساحة في الوقت الأخير وكان يعني حديثها تحريضي بالدرجه الاولى، اذا كان يقصد ذلك فربما كان ذلك صحيحا، اما اذا كان يقصد الاسلام في حقيقته وجوهره واظن انه لا يقصد ذلك فنحن نرفضه بكل يعني معنى من معاني. عودة مرة أخرى إلى تصريحات السيد نادر بكر والتي قال فيها أن قوائم الحزب سيكون بها أقباط وسيدات، خاصة أن هناك أعضاء مؤسسين بالحزب من الأقباط والسيدات. هل نتوقع أن نرى صورة للسيدات التي يقمن بالترشح للانتخابات هذه المرة؟ أنت تذكر في البرلمان السابق كانت هناك وردة وأثار ذلك انتقادات كثيرة حيث أنه لا يمكنني انتخاب وردة ولكن يمكنني انتخاب شخص. نعم يعني وردة أو صورة منقبة هذه يعني أشياء لا تحزن أحدها، عندما تعرض الوردة على المصريين فالورد طبعا بطبيعة الحال شيئا جميلا، يصور المرء على أنها وردة والنساء مصابيح البيوت كما أخبرنا بذلك، وبالتالي هذا لا يزعج إلا قليل العقل ولا يزعج أي أحد إنسان سوي. على أي حال نحن نقول إنه الدستور المصري به النصوص، نحن نوافق على مكنون هذه النصوص وتطبيقاتها، أما فيما يتعلق بموضوع القائمة بالذات هذا الملف ليست يدي ممدودة إليه لأننا أصلا متحفظ على موضوع القائمة لما فيه من عوار دستوري واضح، فبالتالي لست متحمسا له، فبالتالي الحزب هو الذي يسأل في هذا، أما أنا فموضوع القائمة فلي تحفظات عليه، ليس من باب أن به نساء أو به أقباط، لا هذا بعيد عن تفكيري، لكن لأنه يخالف الدستور مخالفة صريحة في عدة وجوه ومن الممكن أن يهدد البرلمان القادم، فمن أجل هذا لست متحمسا لموضوع القائمة، هذا تحفظي وبالتالي لا أعرف في القائمة أي تفاصيل. نعم ولكنك تؤكد أنه سيكون هناك مرشحين نساء وأقباط. هذا موضوع القائمة الحزب أعلن أنه سيدخل الانتخابات في موضوع القائمة وسيدخل الانتخابات على المقاعد الفردية، هذه رؤية الهيئة العليا للحزب. نعم عفوا أريد إجابة واضحة عن هذه النقطة، سيكون هناك مرشحين على قوائم الحزب أو مرشحين ممثلين للحزب نساء وأقباط أم لا؟ الحزب لن يستطيع أن يدخل بمفرده في هذه الانتخابات لأن القائمة معدة بشكل معقد وصعب للغاية وقائمة مطلقة ومقيدة ومن يحصل فيها على 50% زائد صوت يفوز بكل الأصوات، شيء معقد للغاية ليس له مثيل في العالم في النظم السياسيه في العالم، وبالتالي لا يستطيع حزب واحد ان يدخل في هذه القائمه، وعلى اي حال اقول لحضرتك ان موضوع القائمه ليس لي في معرفه اطلاقا ولا تدخلت فيه لاني لي تحفظ على المبدا ذاته وهو مخالفه للدستور مخالفه صريحه.
نعم، رأيك أنت بشكل شخصي بعيدا عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الحزب، هل توافق على أن يمثل حزب النور في الانتخابات البرلمانية القادمة أقباط ونساء؟ وأريد إجابة بنعم أو لا. هذه مهمة الدستور، الدستور قال أعطى حق لكل المسؤولين حق الترشح، وبالتالي لا أناقش في أشياء وافقنا عليها وهي الدستور المصري بكل معانيه وبكل حيثياته، يجب أن يطبق الدستور المصري. يا دكتور صعبان، لماذا هي صعبة جدا كلمة نعم أو كلمة لا؟ هذا يعني الأمر ليس يحتاج إلى المواربة، نعرف ما بالدستور، الدستور يقول أن الجميع له حق في الترشح، أنت تقول أن الجميع له حق في الترشح، جميعنا يتمثل باليوتوبيا الديمقراطية، على أرض الواقع أنتم كحزب النور، رؤيتكم، رؤيتك أنت شخصيا، تقبلون بأن تكون هناك امرأة قبطيا، امرأة قبطية، امرأة غير محجبة، هذا التنوع الذي نراه في الشارع المصري ممثلا لحزبكم في الانتخابات البرلمانية أم فقط نفس الوجوه التي رأيناها مع الاحترام لكل الوجوه في الانتخابات السابقة؟ إذا قلت لحضرتك أن الكل وهو أعمق من الجزء، الكل وهو الدستور وافق عليه حزب النور وتحمس له، أي الشرعيات تحت هذا الكل؟ بالتأكيد من غير ما أتكلم عنها، نحن وافقنا على الدستور، نحن شاركنا في صناعته، وبالتالي عندما يدخل الحزب الانتخابات طبقا لهذا النظام الانتخابي فهو موافق بطبيعة الحال على كل ما جاء فيه. إذن تقول نعم في هذه الإجابة، توافقون كحزب النور أو أنت كدكتور شعبان عبد العليم بأن يترشح عن حزبكم أقباط ومرأة. أسألك عن يعني نعم تفضل. لا بقول أنه لا يستطيع الحزب وحده ولا أي حزب أن يدخل الانتخابات بمفرده، لكن سيدخل مع مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية، وبالتالي لا أعرف من سيقدم نساء ومن سيقدم أقباط ومن سيقدم غيرهما، إنما أقول أن الحزب سيوافق على دخول الانتخابات طبقا لهذا لهذه الشروط التي وردت في القائمة التي أتحفظ أنا عليها شخصيا، لعدم دستوريتها وليس لأسباب أخرى. نعم دعني أذهب بك إلى أسئلة الجمهور، فبالتأكيد لن أحصل منك على إجابة قاطعة سواء كانت نعم أو لا في هذه النقطة. أعرف أن قاعدتكم الانتخابية قد يثيرها مثل هذا السؤال وقد تثيرها مثل الإجابة بنعم أو لا، وأنتم تحاولون الحفاظ عليه. من خالد رمضان يقول لك: لماذا تركتم الإسلاميين ووقفتم بكل أريحية مع معسكر العلمنة؟ ومن باسم يقول لك: هل صدرك مطمئن لما وصل إليه حزبكم بدلا من العمل للدين إلى العمل للنظام ليل نهار؟ ونفر منكم ونفر منكم الصالح والطالح، يعني ربما السؤال يحتاج إلى إعادة صياغة. من سعيد الطلحان يقول لك: هل حزب النور ما زالت له مرجعية إسلامية أم للضرورة أحكام؟ أقول لك سؤال رابع ثم أتركك تجيب على الأسئلة. ما هو المانع الشرعي الذي كان يحرم المشاركة في الديمقراطية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ثم زال في عهد السيسي؟ ربما أضيف أنا أيضا زال في عهد محمد مرسي. أما أنكم اخترتم منهج السلامة على سلامة المنهج؟ يعني أريد أن أقول أن هذه الأسئلة مع احترامي الكبير لأصحابها من مخالفين في الرأي، فبالتالي المشكلة أنه الصدور لا تتسع لاختلاف الرأي في مصر حتى الآن، البعض يقوم من يخالفه في الرأي، لابد أن مصر ستمر فترة طويلة حتى يقبل المصريون بعضهم بعضا وتتنوع الآراء. نحن كان لنا رأي في العملية السياسية، لم نترك الإسلاميين كما ذكرت، بل هم الذين أخذوا منحة معين أو انحازوا إلى رؤية معينة، نحن وافقنا على رؤية ليست متفقة مع هذه الرؤية، نحن أثرنا سلامة البلاد وبقاء مصر كدولة على فنائها كما يحدث حوالينا في كل الدول العربية المجاورة والتي كان بها ربيع عربي أو لم يكن بها ربيع عربي، هذه رؤيتنا، البعض يقومنا من أجل ذلك ونحن لا نقوم البعض على أنه خالفنا في الرأي، وهذه مصيبة المصريين أو بعض المصريين في أنهم لا يقبلون بعضهم بعضا ولا يقبلون تنوع الآراء، فكيف كانوا سيطبقون الديمقراطية إذا اختلفت معهم في رأيك وفي منهج معين، كيف كانوا سيوافقون عليك وبقائك في العمل السياسي؟ هذا شيء يشير على مدى الاستفهام. اما فيما يتعلق باننا لم نشارك ايام مبارك، ايام مبارك لم تكن هناك انتخابات نظيفه ولم يكن هناك عمل سياسي بالمعنى المعروف، بعد الثوره فتح المجال للجميع
ومن اجل هذا اثرنا ان نشارك في صناعه مستقبل مصر في عهد بدأ عهد جديد وأجريت انتخابات فيه نظيفة، وصل التيار السياسي الإسلامي إلى 70% منها في البرلمان اللي هو مجلس النواب أو مجلس الشعب، وإلى أكثر من ذلك في مجلس الشورى. هذا يختلف تماما عما كان موجود أيام مبارك. ولكن دكتور شعبان، ألا يقلقكم أنتم في حزب النور كل هذه الانتقادات التي لا توجه إلى يعني إجراءات الحزب أو خطوات الحزب، لكنها موجهة طوال الوقت إلى فكرة أو اعتقاد من الجانب الذي يعترض عليكم، مثلا اعتقاد أنكم تخليتم عن المرجعية الإسلامية، أنكم ابتعدتم عن العمل لصالح الدين وأصبحتم تعملون لصالح النظام؟ يعني هذا الاتهام في حد ذاته اتهام مقلق، يحتاج إلى أن يعني يأخذ الحزب خطوة ويراجع مساره خلال العام الماضي، ربما يكتشف بالفعل أنه يعني قام بذلك. المراجعة شيء مطلوب، سواء الحزب ماشي على الطريق الصحيح أو غيره، أو سواء ماشي على نصف طريق صحيح، حتى ربنا عز وجل أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تحاسب نفسها يوما بيوم. لابد أن أي حزب سياسي وأي عمل سياسي لابد من مراجعته، لأن التوفيق بنسبة 100% محظور في العمل السياسي أو شيئا بعيد المنال. لكن أقول لحضرتك أن هؤلاء الذين لا زالوا يتحفظون على موقف حزب النور لأنهم يتبنون فكرة أخرى. طالما انا معاكس لهذه الفكره، بالتاكيد هذه الفكره من وجهه نظري خاطئه، والبعض يقول ان حزب النور لم يعد حزبا ذو مرجعيه اسلاميه، اذا كان كذلك فلماذا يحاربه الليبراليون بالليل والنهار ويقولون انه خط احمر ولا يدخل معنا في تحالفات انتخابيه، ولماذا الاعلام يشدد هجومه الان من القنوات الفضائيه الخاصه على حزب النور؟ لو ان حزب النور تخلى عن مبادئه الاساسيه الاسلاميه ما هاجمه هؤلاء بالليل والنهار. وبالتالي الاسئله التي توجه الى حضرتك مع احترامي الكبير وتقديري لاصحابها، لان كانها تنطلق من شخصيات اظن انها مخالفه تماما لحزب النور في موقفه، وهذا حقهم ان يخالفوا، لكن ليس من حقهم ان يظنوا انهم على الطريق الصحيح وان غيرهم يسير في طريق خاطئ او مصاب للاسلام او ما شابه ذلك. نعم. في هذا الحديث أيضا، أنتم في هذه اللحظة لديكم ثلاث جهات أساسية ترفض وجودكم، ودعني أفصل في هذه النقطة. يعني أنتم لديكم على الجانب الأول النظام الحالي ودعمي، دائما تصدر تصريحات إن لم تكن خطر الإسلام السياسي، إن لم يكن رفض الأحزاب القائمة على أساس ديني، إن لم تكن كل حملات التشهير التي واجهتموها عبر وسائل الإعلام قد أرسلت لكم رسالة بأنهم لا يرغبون بوجودكم في مشهد سياسي، فأنتم بحاجة إلى مراجعة ذلك. وعلى الجانب الآخر التيارات الإسلامية في مصر أو الأحزاب الإسلامية الأخرى في مصر، سواء الإخوان، البناء والتنمية، كل هذه الأحزاب هي الأخرى أصبحت في عداء معكم، وأنت قلت منذ قليل أنهم خونوكم وكل هذه الأشياء. الأحزاب الليبرالية وكل هذه واليسارية وكل هذه الأحزاب هي أيضا ترفض وجودكم في المشهد السياسي. أنتم تواجهون من أكثر من جهة انتقادات من كل الجهات، سواء من الأحزاب الليبرالية، سواء من الأحزاب الإسلامية، سواء من السلطة الحاكمة. كيف تتوقع أن يستمر الحزب في ذلك وهو يعني قد يتهم في بعض اللحظات بأن مواقفه أصبحت باهتة، لم تعد منحازة بشكل واضح إلى الأيديولوجية التي انطلقت منه في البداية، ولا هي تخلت عن هذه الأيديولوجية وقالت يعني نحن نتخلى عن الأيديولوجية ونذهب إلى المعسكر الآخر؟ ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: فأما الزبد فيذهب الدفاع، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ستكتشفين بعد أيام أن حزب النور كان بفضل الله عز وجل على الطريق الصحيح، وعندما تتخلى بعض الأحزاب عن ما يسمى بتحالف دعم الشرعية كحزبين تذكرينهما تماما، وسيأتي في القريب غيرهما، ستذكرين في يوم من الأيام أن حزب النور كان أقرب الأحزاب على الطريق الصحيح، وأنه لم يتخلى عن مبادئه الأساسية. ولكن كما قلت لحضرتك أن المشكلة عندنا في قبول الرأي الآخر، وهذه كانت يعني كان درسا للجميع أن يتعلم في أيام القادمة وأن يصحح من أخطائه. أما فيما يتعلق بالنظام وأنه يعادينا، النظام أنا لا أظن أنه يعادينا، لأنه الدستور المصري عندما خرج ونحن شاركنا فيه بكل قوة وحافظنا فيه على مواد الهوية مع غيرنا من الذين تعاطفوا مع هذه الهوية. لا أظن أن الآن حتى الآن أنه يصدر من النظام أي مبادرات أو أي تصرفات فيها عداء لحزب النور، لا بالعكس على ذلك، نحن ناضين في الطريق وسنبدي في طريقنا مهما كانت الأمور. وكما ذكرت لحضرتك أنه لو أنك ارتميت في أحضان فريق معين ما صفق لك بالليل والنهار، لكن المشكلة أن الناس
يزعمون ان السياسه الشرعيه كغيرها من السياسات هي تقوم على السياسه الشرعيه، لا تقوم على الانتهازيه، بل تقوم على ان يدور المسلم مع الحق حيثما دار، ومن ثم فخصمك اليوم قد يكون متعاونا معك غدا عندما يكون موقف. نعم، انت تقول ان الدوله لا تعاديكم مناهج التاريخ، تقول انكم انشئتم بعيدا عن الدستور والقانون، الماده 74 من دستور 2014 يحظران الاحزاب على اساس ديني، وتشير بشكل واضح الى حزب النور. انتم في بيان صدر منذ قليل تؤكدون بلفظه الدوله، يعني على ما حدث في مناهج التاريخ، هناك منع لكل يعني الداعيه او الشيوخ المنتمين للتيار السلفي من الصعود على المنابر. السيد ياسر برهامي يواجه دعوتين قضائيتين عندما خالف ذلك القرار. لا توجد لديكم الحق مؤخرا في استصدار التصاريح لإقامة ساحات لصلاة العيد، كل هذا أنت تعتبره ليست معاداة واضحة من جانب الدولة، على الرغم من أن كل هذه الأمور صدرت عن جهات رسمية في الدولة، وزارة الأوقاف، وزارة التعليم، وزارة الأوقاف مرة أخرى، النائب العام أو يعني ربما القضاء عندما وجهت المحاكمات يعني قضايا ياسر برهامي. ولكن ربما هو رأيك في أن الدولة لا تعاديكم. عن المد الشيعي، متهمون أنتم في حزب النور بأنكم أصبحتم ذو موقف باهت فيما يتعلق بالمد الشيعي في المنطقة، والذي قد يطال مصر ما بين لحظة وأخرى. موقفنا من المد الشيعي معروف قبل 30/6 وبعد 30/6، أثبتت الأيام أن كمان موقفنا من الشيعة كان موقفا صحيحا، وحضرتك ترين اليوم على شاشات التلفزيون كيف يتم تشييع المصريين، وكيف الذين يتشيعون يسبون الصحابة علنا في القنوات الفضائية كما جاء في قناة دريم منذ عدة أيام. أما فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية التي تتخذ من جانب وزارة الأوقاف، نقول أن هذه الإجراءات لسنا موافقين عليها. هم يتعللون بأن اللحظة والظرف الاستثنائي يتحكم وضع نظام صارم، لكن نقول أن هذه القيود ربما تؤدي إلى زيادة الاحتقان ولا تخدم الدولة ولا تخدم عملية الاستقرار، لكن دعينا نظر لأنه لا زال أمامنا وقت حتى نعرف معالم النظام الجديد ورؤيته في كافة المناحي وليس في الناحية السياسية فقط، فنحن في حالة ترقب الآن ونؤمن خيرا إن شاء الله عز وجل. نعم، لكن يعني وأنت تقول أن موقفكم من المد الشيعي واضح، يعني إن كان حدث ما حدث في صعود بعض الأشخاص على قنوات التلفاز وسبهم للصحابة في عهد الرئيس المعزول، لم تكن الدنيا لديكم يعني لتهدأ، كنتم ستقومون بأكثر من مجرد أن تقول أنت الآن أن موقفنا من المد الشيعي معروف، لم تحركوا ساكنا، واليمن أصبحت في قبضة الشيعة، هناك من يخرج على شاشات التلفاز يعلن تشيعه بشكل عادي ثم يعلن سب الصحابة بشكل عادي، لماذا موقفكم هذه المرة خافت جدا؟ ليس خافتا، هذا ظن الذين لا يعلمون. اننا ايام الدكتور محمد مرسي كنا نمثل في البرلمان في مجلس النواب، وكان لنا ممثلين في مجلس الشورى الذي تم تحويله الى مجلس تشريعي ورقابي، كنا نقوم بدورنا الرقابي من خلال هذه المجالس. الان لسنا في السلطه لا التنفيذيه ولا التشريعيه، وبالتالي نحن نتكلم في الاعلام عبر القنوات الفضائيه عندما تتاح لنا فرصه في مداخله او غيرها، وموقفنا بالتالي من الشيعه لم ولن يتغير، وخطر الشيعي اصبح حتى امام العلمانيين والليبراليين يعرفون ان الخطر الشيعي الان اصبح اكثر مما كان عليه، ويكفي ان ننظر الى حاله الحوثيين في اليمن وفي غيرها، موقفنا لم يتغير، لكن الذي تغير ان المنبر الذي كنا نجاهد من خلاله وندفع ونقيم وهو البرلمان او المجلس الشورى فيما بعد ليس في ايدينا الان، وبالتالي نحن لا نملك الا التعبير من خلال الراي، وحتى القنوات الفضائيه لا تتيح فرصه كافيه لحزب النور لكي يعبر عن رايه خلال هذه الايام كما فرض. نعم، قلت منذ قليل بان ازمه الصعود للمنابر انتم معترضون عليها، ولكن احيلك الى تصريح المهندس صلاح عبد المعبود عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، الذي قال ان الدعوه ملتزمه تماما مع وزاره الاوقاف بعدم الصعود الى المنابر في المساجد والالتزام بالقانون. واضاف عبد المعبود في تصريحات خاصه ان الدعوه السلفيه سوف تراجع ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه حول اسباب صعوده للمنبر في صلاه الجمعه. اذا انتم تماهيتم مع وزارة الأوقاف أم أنكم ما زلتم تراجعونها؟ كلام المهندس صلاح عبد المعبود لا يتعارض مع كلامي، ويتكلم باسم الدعوة السلفية لأنه ربما كان عضوا فيها،
ويتكلم عن اننا ملتزمون بالقانون، وهذا بطبيعه الحال لابد ان يلتزم الجميع بالقانون في مصر، لانه الفوضى هي التي تحل محل الالتزام بالقانون. هذا لا يتعارض مع كلامي، انا اقول اننا ايضا ملتزمون بالقانون، لكن اقول ان الاجراءات التشدديه والتقييديه والاجراءات المنع باستمرار ربما هذه تؤدي الى حاله من حالات زياده الاستقطاب وزياده الاحتقان في الشارع المصري، ونحن نحتاج الى مزيد من الاستقرار ولم الشمل، وليس الى مزيد من الفرقه والى مزيد من الاحتقان. هذا كلام يتوافق بعضه مع بعض. نعم. سؤال عن الموقف بتاعه السياسي، وانا اعبر عن الموقف السياسي لحزب النور. سؤال اخير متعلق بحاله حقوق الانسان في مصر، بدايه من جرائم رابعة والنهضة التي لم يتم حتى الآن، ليست فقط رابعة والنهضة، رابعة والنهضة والمنصة وكل هذه الأحداث، حتى لنذهب إلى 25 يناير 2011 وحتى هذه اللحظة لم يحاسب أحد ولم يتم البت فيها ولم يعلن على تقارير تقصي الحقائق، استمرار الجرائم المتعلقة باعتقالات الأشخاص دون وجه حق، استمرار قمع حريات الرأي والتعبير وكل هذه الأمور، أنتم في حزب النور لا تتحدثون عن ذلك. لا بالعكس، لو حضرتك بتتابعي ادائنا نحن نندد باستمرار بالقبض العشوائي والاعتقال والتوسع في عمليه الاعتقال، ووجهنا بيانات قبل ذلك من الافراج عن الاف السجناء الذين ربما ليس لهم دور في عمليه العنف ولا في غيره. نحن نعبر باستمرار عن راينا في المحافظه على الدستور المصري وعلى النصوص التي تحترم حقوق الانسان. نحن نرى ان الدستور الجديد يتضمن ماده تتكلم عن قيام مجلس النواب القادم بالعداله الانتقاليه، وبالتالي التحقيق الشفاف في كل ما جرى على ارض مصر من 25 يناير وحتى الان. هذا كله سيتم مناقشته طبقا لهذه الماده في الاحكام الانتقاليه، وبالتالي نحن نرى ان هناك بالفعل تجاوزات في حقوق الانسان كما نسمع من منظمات حقوق الانسان وغيرها، ونفرر ونؤكد على ان احترام حقوق الانسان هذا خط احمر، ويجب ان تلتزم الدوله بصيانه الدستور ومحافظه على حقوق المواطنين وعلى التشارطيه وغير ذلك، لكن صمتنا يصل الى ما نستطيع ان يصل اليه، لاننا لا نملك لا قناه فضائيه نعبر من خلالها عن راينا، نحن فقط نشارك من خلال مداخلات بين الحين والاخر، ولسنا امامنا لا يعني دكتور شعبان يعني حرمة الدماء التي أسيلت أنت تعلمها أفضل مني وأكثر مني وربما أكثر من يعني كثيرين بحكم يعني تخصصك ودراستك وكل هذه الأشياء كانت تستوجب ردا أكثر قوة وتحركا أكبر من جانبكم كحزب النور، ولكن للأسف انتهى وقتنا. أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. شكرا لك. مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، لكم تحياتي أنا حياة اليماني، الجزيرة مباشر مصر، وإلى اللقاء.